أختي المواطنة، أخي المواطن، بحال هذا الوقت في 2009 قدمنا لكم برنامج انتخابي التزمنا فيه بالقرب من المواطن وبتقديم الخدمات الإدارية السريعة، لأننا لاحظنا أن هناك بطء في الخدمات وهناك تعقيدات في المساطر والإجراءات. لهذا نحن في حزب العدالة والتنمية قمنا من خلال الجماعات اللي كانت رأسها بحال قصر الكبير، الشيرة الجهادية، تطوان، قصب التدلة، بالقيام بسياسة الأبواب المفتوحة مع المواطنين والعناية كذلك بوقت وزمان المواطنين والمقاولات، وعصرنة الإدارة الإلكترونية من خلال إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بالجماعة في إطار سياسة التواصل والانفتاح، وضع أرقام خضراء الاتصال قصد الخدمة السريعة، رهن إشارة المواطنين 7 أيام على 7 أيام، توظيف برمجيات لتنظيم الأقسام وإنتاج الوثائق. ثم في هذا البرنامج الانتخابي الجديد ولربح رهان التنمية سنسعى إن شاء الله في الاستمرار في تطوير خدمات القرب الإدارية، وذلك من خلال تعميم الشباك الوحيد، تبسيط المساطر وتيسير إمكانية الحصول على الرخص واختصار الوقت والحصول على الوثائق، استكمال برنامج تحديث الإدارة وتجهيز كافة الأقسام ببرامج معلوماتية، الاستمرار لنهج التواصل المفتوح الذي عملنا به مع المواطنين من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية، تقديم خدمات الرسائل القصيرة وغيرها، توفير خدمات الجماعية عن بعد من خلال إحداث شبابيك الإلكترونية، اعتماد نظام المداومة لتوفير الخدمات بصفة مستمرة. لهذا ندعوكم أختي المواطنة، أخي المواطن، للتصويت على حزب العدالة والتنمية. رمز المصباح.